علاش بغيتو نحسن لكم الظروف سعادة الأستاذ؟ باش نتفرغوا للتربية والتعليم. وشكون اللي قال جد أمك تفرغوا للتربية والتعليم؟ ها؟ إمتى استقل المغرب؟ 1956. وكون بغى المغرب يربي ويعلم كون دارها 67 عام هادي. نتوما خوانا. خوانا؟ معلوم خوانا، المغرب باغي حاجة وانتوما باغين حاجة أخرى. حنا بغينا غير التعليم يبقى رسالة. التعليم يبقى رسالة، لا رسالة بعد رسالة الرسول. انت ملحد ها؟ حاشا، انا غير موظف. وخليك موظف وتشعبط في السلم الاداري. اش من مادة تتقري؟ اللغة العربية. غنحيدوها. علاش؟ حيت تتقريو غير على الموتى، بحالكم بحال الطلبة ديال مقبرات الشهداء. بحالاش؟ تتقريو على المتنبي، المتنبي مات. تتقريو على العقاد وطه حسين ماتوا. تتقريو على المعلقات موليها ماتوا. هاد المواد ديال العربية، التربية الإسلامية، الدينية، الوطنية، الاجتماعيات، هادو مواد ميتة. غنحيدوهم وغنعوضوهم بثلاثة المواد حية. المادة الأولى مادة التيك توك، كيف يكبس ويستكبس التلميذ المغربي ويقوم بالتحديات ويحصل على أسبوع من الدائمين. واللي غيصيب لنا هاد المقرر ديال هاد المادة هو الأستاذ محمد الملالي. المادة الثانية مادة السبان والمعيطة، 18 سنة فما فوق. وشكون اللي غيصيب المقرر ديال هاد المادة؟ البروفيسور وتشينوية والأكاديمية منعيمة البدوية. المادة الثالثة مادة العلاقات الرضائية والترشرش والفازلين. وشكون اللي غيصيب المقرر ديال هاد المادة؟ الدكتورة الراقصة مايا.